النهارده المصري تعادل سلبيا مع النادي الاهلي في ختام مشوار الفريقين في الدوري الممتاز وختام المسابقه بشكل عام، ختام مسابقه الدوري الممتاز. المصري كان جاي من وضع صعب شويه مع نهائي كاس الرابطه، بس قبل نهائي كاس الرابطه كان المصري ماشي بشكل رائع جدا ومميز جدا مع الكابتن ميمي عبد الرازق. الكلام على رحيل الكابتن ميمي عبد الرازق مع نهايه الفتره اللي كان المفروض هيبقى موجود فيها مع الفريق، وكلام ايضا عن تولي الكابتن علي ماهر مسؤوليه المدير الفني للفريق بعد رحيله رسميا اليوم من نادي فيوتشر بحسب ما اعلن نادي فيوتشر. نتاكد ونفهم اكتر مع الاستاذ الحسيني ابو قمر نائب رئيس المصري البورسعيدي. يا فندم مشرف ومنور. اهلا بيك استاذ كريم، ازي حضرتك؟ سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. انا اسعد يا فندم. طيب انا بالتاكيد اسالك على الكابتن ميمي عبد الرازق بدايه كده، هل مشواره انتهى مع الفريق؟ المهمه في وقت صعب جدا بعد رحيل كابتن اسام حسن. والحقيقه انجز المهمه بشكل كبير جدا وحقق نتائج ادت في النهايه الى حصول النادي المصري على المركز الخامس في الدوري. وده بالنسبه لنا كان مرضي في هذا الموسم الاول لمجلس الاداره. عظيم. وطبعا مع جهاز محترم بقياده طبعا النجم الكبير كابتن كاس، كابتن طارق، كابتن معوض، وكابتن خالد الحقيقه ضربوا راس المرمى. والحقيقه قدم مباريات كبيره وقدم حصل تحسن في اداء الفريق واستطاع ان هم يصلوا لنهائي كاس الرابطه ومركز خامس. وجميع المباريات كابتن كريم الكبيره مع اهلي وزمالك وفرق المقدمه وبيراميدز وفيوتشر لم يخسر النادي المصري اي مباراه. صحيح. يعني هو يعني فده يعني يدل على ان النادي عندنا قوام فريق محترم. والحقيقه دكتور ميمي لابد ان اشيد بتجربته، دكتور ميمي ليس بجديد، هو ابن النادي المصري واستاذ في علم التدريب واستطاع طبعا ان هو يعني يحقق نتائج ايجابيه. وما يعني كان معروف من البدايه ان سينتهي التعاقد بانتهاء مباراه الدوري. طيب استاذ حسيني، ليه مع كل هذه الاشادات للكابتن ميمي عبد الرازق لماذا يرحل الكابتن ميمي عبد الرازق رغم النتائج الايجابيه الجيده جدا باستثناء مباراه كاس الرابطه بظروفها المختلفه نهائي كاس الرابطه، بس النتائج كلها في المجمل كانت نتائج رائعه جدا. الراجل ما خسرش غير مباراه واحده في مسيرته مع المصري الفتره المؤقته دي برضو بعيدا عن مباراه كاس الرابطه، لماذا يرحل الكابتن ميمي عبد الرازق؟ انا مش هقول لاسباب نتائج او اسباب متعلقه باداء، لكن هي مرحله انت بتاسس فيها مع اداره فنيه جديده. لا تنتقص ابدا من قدر وقيمه واداء دكتور ميمي عبد الرازق. هو ابن من ابناء النادي المصري وكان مدرب فني لقطاع الناشئين عندنا في بورسعيد، ومرحب به في اي وقت في النادي المصري. وده كلام مش هقوله على لسان مستر كامل ابو علي والاداره. ده مش معناه ان انا لا، ده بودي له الشكر واتقابلنا معاه واتكلمنا معاه. هو من بدري اعلن ان هو سينتهي مهمته مع النادي المصري بانتهاء مباراه الدوري. عشان احنا طبعا داخلين على موسم جديد وعندنا مباراه كاس يوم 3 مع الفايز بين الاهلي والداخليه. مهم ان خلاص في توجه لدى الاداره مع اداره فنيه جديده. تم التعاقد طبعا مع الاتفاق مع كابتن علي ماهر. وده كان بيقود الكلام ده مستر كامل شخصه نفسه. ابو علي. وده بنأسس لمرحله جديده خاصه للنادي المصري. انما هل على مستوى النتائج على مستوى الاداء النادي المصري؟ لا، هي دي احسن فتره الموسم ده اللي قضى دكتور ميمي عبد الرازق مع جهازه طبعا كابتن كاس، كابتن طارق، وكابتن معوض، واذا استطاع ان هو يحقق نتائج ايجابيه طبعا ما عدا طبعا مباراه الكوس. انت عارف دي بيبقى لها يعني ظروف خاصه وبيبقاش يومك، وبالفعل لم يكن يومنا والنادي المصري ما جاش يومها، ودي بتبقى حاله ترى. والدليل النهارده ان الفريق استعاد عافيته وقدم مباراه كويسه امام النادي الاهلي واضاع فرص كثيره، وكان عندنا اكثر استحواذا واكثر ايجابيه على المرمى يعني. لكن في النهايه قدر الله ما شاء فعل، علينا ان يعني ان نحترم هذا الجهاز ونقدره طبعا، والاداره بتوجه له الشكر، وايضا علينا ان يعني نستقبل الجهاز الجديد مع مرحله يعني مزيد من التفاؤل. طيب استاذ ان شاء الله للنادي المصري. استاذ الحسيني، استاذ الحسيني، كابتن علي ماهر بنفس جهازه المعاون اللي كان معاه في فيوتشر ولا في تغييرات؟ هو طبعا تم الاتفاق معاه ويعلن عن جهازه يعني خلال الدقائق اللي موجوده ويتم اعلانه. هو اللي بيختار جهازه بالكامل. هو هيضيف عليه هيبقى نفس الجهاز. هو اللي هيعلن ده.
عظيم جدا. هل هيستلم المهمة امتى ان شاء الله؟ يعني هيبقى مع الفريق من امتى ان شاء الله؟ خلاص المفترض من بكرة يعني يكون موجود ويباشر مهامه خلاص، وكلف رسميا بإدارة الفنية للنادي المصري. مدير الكرة اللي هيبقى معاه من النادي المصري ولا مرة أخرى يعود؟ لا لا لا، ما فيش مدير كرة، فيه بيشرف على الكرة في النادي المصري مستر كامل بنفسه، ومعاه لجنة كرة بتقوم بهذه المهمة. أستاذ الحسيني أبو أمر نائب رئيس المصري البورسعيدي، أنا بشكرك شكرا جزيلا. يعلن الآن تعيين الكابتن علي ماهر مديرا فنيا للفريق، ويستلم المهمة من الغد إن شاء الله، خلفا للكابتن ميمة عبد الرازق اللي أدى مهمة كبيرة ومحترمة جدا مع فريق المصري خلال الفترة الماضية.